السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الحصة الرابعة من حصص الدعم طار الخاصة باللغة الفرنسية للمستوى الثالث ابتدائي. دونك غادي نشوفوا عندنا فوكابولير اللي هو فوكابولير جديد. عندنا بلي، بلاج، فلوت، فلاك، كارتابل، بلاكار. إذا شنو هما لي زيماج كي مونك هنا؟ عندنا بلاج و عندنا فلاك. دونك غادي نمشيو لا ليكتور. عندنا لا سيلاب بلو، بلو، نحاولو نكتبو في اللوحة و نتدربو عليه. بلو، نمشيو لا سيلاب تاني و لا لو مو تاني اللي هو بلي، بلي، تدربو على هاد لا سيلاب كيفاش نكتبوه. بلي، نمشيو لا سيلاب الاخر نحاول نقراو فلي، فلي، تدربو عليه. ثم نمشيو الكراسة صفحة 20، نلقاو فيها هاد لي سيلاب هادو، نحاول نقراوهم مزيان. ثم من بعد نمشيو نقراو لي مو. فلوت، بليم، طابل. نحاولو نقراوهم في الطابلو اللي عندنا في صفحة 20 من الكراسة. دونك نحاولو نقراو هاد لي مو. او، اي، سي، سور، شي، افيك، ان، اون، سو، دون. نمشيو الان لي فراز. لو ساك دو بلي لوغ. هادو لي اونغري ما كيتقراوش. لا بلوم اي سور لا طابل. لا فلام اي روج. اذا غادي تلقاوهم في الكراسة صفحة 20 تحاولوا تقراوهم مزيان، ثم من بعد تكتبوهم في الدفاتر ديالكم. بهكا كتكون هاد الحصة سهلات. والى اللقاء في الحصة المقبلة ان شاء الله، اللي غتكون هي الحصة ديال تيست.